البنات، كي دايرين الزوينات؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صحيح لاباس. نتمنى تكون ذكرى مباركه ديال عيد المولد النبوي ان شاء الله علينا وعلى جميع المسلمين. وتوحشناكم، توحشنا، ولكن مع الوقت راه صراحه ما تلقاوش الوقت فين تنصوره. هادشي التصوير تا يبغي الوقت صراحه، خصك تكون متفرغ من كل شيء باش تبقى تصور تقريبا كل نهار. على اينا البنات، سنرحب بكم في الفيديو ديالنا ديال اليوم، ونتمنى ان شاء الله يا ربي لا كوليكسيون ديال الجلبات اللي غنحطوا لكم اليوم تكون عجبكم. غتكون باثمنه زوينه، خدمه متقونه، خدمه زوينه بالنسبه للثمن ديالها، لان البنات الخدمه راه فيها وفيها صراحه. الاثمنه كتختلف من واحد لواحد، ولكن الواحد يشوف الخدمه كيفاش دايره. على اينا البنات، غادي نبدا لكم بهذه الجليبه. جليبه غزاله فواحد جويا دم الغزال كيف كنقولوا حنا، بزوقة المعلم. شوفوا كيفاش دايره بالكريب، هما شوفوا الكريب كاليتي مزيانه البنات. نقرب لكم باش تشوفوا خدمه المعلم. وكاين اللي كيبغي جليبات هكا فيهم العقيق ديال المناسبات بحال ما هكا، كيكون معروض عند الناس وغادي يشوف الوالدين. على عين هذه ماشي جلابه اللي تخو شارجي، خادمين فيها غير الكمين. وهاد التنبيته هنايا جلابه اليوم اللي كتبقى للناس ب 400 درهم بروموسيون. هاد الجلابات اللي غندوز لكم في الاول ان شاء الله بروموسيون، وعاد غنشوفوا شي حاجه باليد حتى هي غادي تعجبكم ان شاء الله. واللي عجبه شي حاجه يتقدى. ديما البنات ديما تنقول لكم دعموني باللايك والبارطاج، شجعونا شجعونا باش نبقاو ديما ان شاء الله نجيبوا لكم ديما الجديد كيف ما تنقول لكم كل مره في الفيديو. وان شاء الله يا ربي الله يقدرنا ونكونوا حاضرين ما نغبروش عليكم. هاي الجلابه هذه كدير 29، هي البنات هذه راه كبيره عليا، تدير 29 في الربع، والكتيفات راه 38 39. هانتوما فنة جليبه غزاله، القليب ديالها مخدومه كيف ما قلت لكم، ها بالسفيفه، بالسفيفه بالذهبي ديال المناسبات، خفاف بحال هكا ذكرى عيد المولد النبوي. وغتبقى الثمن غزال اليوم، الثمن اللي هو 400 درهم. اللي عجباتها البنات مرحبا و ألف مرحبا، وندوزو لموديلات آخرين. ندوز معاكم الجلابة الثانية البنات في البروموسيون ديال اليوم، جلابة عيد المولد النبوي، جلابة اللي كدير 30 في الربع. وشوفوا تبارك الله راه فيها العرض، وكاليتي ديال الثوب راه تنظن تبان لكم في الفيديو. شوفوا كيفاش حطينا هاد التنبيتات باللوينات، حطينا فيها بهاد البرونز بهاد الفيغ. نقرب لكم تشوفوا البرونز واحد لو مارون، هانتوما شوفوا كيفاش اللوينات متنسقين واحد لو روز، هذاك اللون تاع الجلابه حتى هو جا زوين فيها. شوفوا كيفاش دايره فنه في بعادي كميمات، زعما جلابه براتيك اللي ما تبرزطكش لا في الكميم ولا زعما لبسها مرتاحه فيها. صراحه هاد الفيغ اوليف غزال جا في اللبس الصراحه. اليوم الجلابه اللي كتبقى لكم اللي في بروموسيون تصادفات مع عيد المولد النبوي كيف ما قلت لكم، كتبقى ب 350. اللي بغاتها البنات تسكريني وتصيفط لينا في اللي بغات تسول حتى على الطول، راه الطول باين كنظن مترو 38، واللي بغات تاكد راه نعبر لها الطول ماشي مشكل. انا نبعد لكم كاع باش تشوفوا الطول، انا في مترو 62 ميترو 62، وجاتني مزيانه تقدر تجي مع حتى شي وحده طويله، لانها وجليبات كيتقدروا يتلبسوا حتى بقيت زوين شويه. شفتوا كيفاش جات في اللبسه غزاله، تتحمق الوين تيحمق، وخفيفه براتيك بحال ما زعما مريحه جلابه من الاخر مريحه. وندوز معكم جلابه اخرى، جلابه اخرى في الغوج البنات، هذا راه غوج، هذا غوج بوردو كيف ما قلت لكم، مع الطول اللون ما بانش مزيان. نحاول ندور الكاميرا شي شويه باش يا ربي تعطى اللون مزيان، ما دار بالضو ما قدرتش نطيح في اللون مزيان. المهم واحد الغوج بوردو غزال البنات، حتى هو جلابه خفيفه مخدومه بالماكينه والطرزاز ديال باليد. انا نشوف هكا دابا غادي من قربت شويه اللون، ولكن كيف ما قلت لكم صبروا معايا البنات نشوفوا واش نقدر. هاد الضو المهم واخا هكاك ما تعطانيش اللون ديالها،
غوج غزال، واحد الغوج بوغ دوفن، ها هي تاهي مخدومة بالمعلم والتنبات والطرزاز باليد. اللي ما تاهي ما تيعرفش بلاتي نوريكم، شتيهم هادو باليد خفيفة، تا هي جلابة بخاتيك، تا هي كتبقى اليوم ب 350 درهم، فيها 29 في الصدر، 29 من الأحسن تلبسها اللي فيها 28 باش تجي جلابة تبقى مرتاحة فيها الوحدة. المهم ها هي جلابة، شوفوا تا هي مخدومة من هنايا بالتنبات المهرس، شوفوا كيفاش دايرة، عنديش كيفاش نوريكم، شوفوا البنات كيفاش دايرة، فنة فنة، مخدومة من داكشي، جلابة خفيفة ومخدومة مخدومة زوينة، فوالا فيها كيف ما قلت لكم في الكتيفات وصافي، فيها غير هنا وهنا وصافي 350، ولا كاليتي راه تحتو راه مضمونة البنات، كاليتي مزيانة اللي تتقلب عليها كل وحدة، كتبقى تاهي ب 350 درهم، وما تفلتوش الميزة تاع البنات في الفيديو ديال اليوم. جلابة اخرى في البروموسيون ديال اليوم البنات، بروموسيون ديال 400 و 300 درهم، بقينا نشوفوا وحدين اخرين اللي غيكون الثمن ديالهم تما 700 درهم. شوفوا معايا هذا الكخاف دوبل فاس، اللون التحتاني جا في القرفي، ما بعيدش بزاف على لورانج، بحق توازن بزاف بزاف لورانج مع القرفي، مخدومه هنايا بزوق المعلم خفيف غير تخاصاج وتنبات بالمهرس. انا نقرب لكم الوينات اللي دخلنا فيها، شوفوا هذاك لورانج، البرونز، المارون، الدوغي، يعني الوينات كلهم كيتواتاو مع هاد لورانج ديال مناسبات سبيسيال بحال ما هكا ذكرى عيد المولد النبوي، العيد الصغير، هادو جلابات اللي هما ماشي الايام كامل، ولكن اي سيده كتحتاج هكا جلابه شويه فيها شويه لابريونس شويه، المهم جلابه اللي كيف ما تنقولوا حتى ليا شويه. كيف ما قلت لكم البنات هذه جلابه فيها 29 في الربع، الطول فيه 1.36 والكم فيه 60 سنتيم، حيت بنات كيطلبوا لنا العبارات، كاين اللي كاين اللي دراعها تبارك الله طويل، وكاين اللي دراعها عادي، هانتوما قلت لكم القياسات باش اللي تلبسها تعرف القياس ديالها. شوفوا من لا طومبي ديال الثوب كيفاش داير لا كاليتي، زعما لا كاليتي جلابه زوينه، خدمه مزيانه البنات، وثمنها 400 درهم اليوم. اليوم خليكم معنا ما تزابيوش، واللي عجب الفيديو دعمنا باللايك البنات، وجلابه اخرى نبقاو ديما في لورانج البنات، هاد لورانج مغير على الاخر اللي هدا فاتح عليه شويه، المهم كل وين ولوينو. الكريب ديما كيف نقول كيف ما كنقول لكم كريب مزيان، ماشي دوبل فاس هذا لا، مخدومه بالبريد وبالتنبات، هانتوما البنات مخدومه في الكم بالبريد وبالتنبات، شفتوا كيفاش داير، دخلنا عليها هذاك الخضيدر فيغ بيستاج ولا فيغ اوليف، المهم بيناتهم. تا هي جلابة لباسها، هادي فيها 31 في الصدر البنات، 59 في الكم، وفيها 41 في الكتاف، والطول فيه 1.36. أنا قلت لكم العبارات كاملين، وجلابة كتجي فنة، اللي عندها هاد العبارات مواسية، أنا راه كبيرة عليا الجلابة، ولكن تبارك الله أنا نقدر نلبسها، ما عنديش مشكل، يعني جلابة كل ما كانت من خويا، كتجي حتى هي زوينة، يعني واحد زايد عنده واحد سنتيم، معليش، يقدر ياخدها، ما كاين مشكل. اللي كتلبس كاع 40 في الكتاف 40، وعندنا هذه 41، ما تيضرش البنات لانها ما تزبش وكتجي زوينه، شوفوا كيفاش دايره، انا عندي 40 في الكتاف 39. فوالا البنات نتمنوا التشكيله هذه كتبقى اليوم ب 400 درهم، وشوفوا الكريمات جلابه من خويا. مرحبا بكم الغزالات، انا ديما تنقول لكم دعموني باللايك والبارطاج، الله يجزيكم بخير. ندوزو جلابة الكحلة البنات، اليوم تا الكحل حاضر معنا في البروموسيون ديال اليوم، جلابة كحلة مخدومة لون في اللون بالعقيدات كحلية نص الطوق، غادي يبان ليكم الكحل، نقرب ليكم تشوفوا التنبات كيفاش داير، ومخدومة هكا بالتنبات بهاد اللوينات، جاو فنين، هداك البيستاش، لورانج، وهداك لو جون، صراحة جاو فنين، جاو تيحمقو، اللي تيعجبهم التنبات بشكل خفيف، هاهي جلابة اليوم حاضرة معنا اللي كدير تاهي 400 درهم اليوم. غزالة كدير 30 في صدر البنات، وعندك الكم فيه 59، والطول 1.36، والكساب فيهم 41، جلابة غزالة تاهي اليوم، كاليتي ديال التوب، التوب كلو، كنقول مكلاش، ولكن كنحاول نفكر المتتبعات ديالنا بلي كاليتي ديال التوب، كاليتي غزالة، زعما ها نتوما صبروا ربت.
وكسبقى ب 400 درهم اليوم عندنا تحتيه. ومرحبا بكم، مرحبا بالجميع. وندوزو البنات لجلبه اخرى، وهذا اللوين هذا ما بغاش يتعطاني. بصح انا كنبدلت لا بوزيسيون ديال الكاميرا، ما بغاش يتعطاني. هذاك الخضر فيروزي، الناس اللي عارفين الخضر فيروزي راه عندهم ديجا فكره عليه كيفاش داير. في المهم توا زوين في اللبسه، مخدوم بالرباطي وبالبريد، مخدوم هنايا في الصدر غير جهه وحده، العقيدات نص الثوق والخدمه هابطه حتى لتحت، والعقيدات نص الثوق، عقيدات زوينين صغيرين. شوفوا كيفاش هاد اللوينات اللي حطيناهم، هذاك لورانج البيستاش لون ديال الجلابه، وهذاك الغوزان ديال فونسي، واحد اللوين زوين كيف ما كنقولوا العكري، ماشي الغوزان ديال العكري البنات. هاي جلابه اللي فيها حتى هي في الكساف 41 30 في الربع، الكم فيه 60 البنات، والطول متر و 36، اغلبيه الجالب فيهم متر و 36. حتى اللي بغات تنقص راه ماشي مشكل. هاي جلابه كتبقى اليوم ب 400 درهم، زوينه، جلابه انيقه وخفيفه تاع المناسبات، خفاف بحال ما هكا، هذه تصلح تعديمه ماشي مشكل. جلابه براتيك، تقدر جلابه ديال طول لي جوغ، واللي بغات تبدل الريتم هذا العام تلبس شي حاجه خفيفه في العيد، ها هي مرحبا، حتى هي زوينه تلبس في العيد. اللي عندك دير الفولار تختار اي لوين، شال بحال ما اي لوين في هاد اللوينات اللي محطوطين. وحنايا راه تنسقوا مع الساك مع الصباط، وكطلع جلابه، واخا تكون جلابه بسيطه كطلعها زوينه الا حاولتي ديري لها لي زاكسسوار زوينين. نتمنى المره الجايه يكونوا عندنا حنا لي زاكسسوار، غادي نوريهم لكم مع بليغات، لانه الوقت ما تيساعدش، كيكونوا بزاف بزاف الخدمه في حاجات اخرين في القفاطن، يعني ما كيمكنش تفكر في كل شيء. على اينا البنات، نتمنوا من بعد ان شاء الله تكون كوليكسيون ديال الفولارات وكوليكسيون ديال الشريبلات. هذا مكان البنات، نتمنى هاد الكوليكسيون تكون عجباتكم اليوم ديال الجلالب. ودابا غندوزو الجليبات ان شاء الله، اللي يعني مخدومين باليد، ولعشاق خدمه اليد حتى هما اليوم كاينه معنا الخدمه ديالهم، خليكم معنا. غنحاول كل مره البنات نبدل الزاويه ديال التصوير، لانه فين ما كنحطها فين يبانوا لكم اللوينات كيف ما هما. هاد الجليبه شوفوا جلابه غزاله، هادشي كلشي باليد البنات، الدريس باليد، جلابه مخدومه خفيفه بهاد العقيق، حبه حبه حبه، مضوبله بهاد التوركوا، والتوركوا داخل حتى في الخدمه. اللوينات اللي داخلين فيها واحد البرونز، واحد الخضيدر، و الغوز، هادو ثلاثه اللوينات اللي داخلين. شوفوا انا نوريكم هاد الوريضه باش تشوفوا اللوينات اللي داخلين، ها هما اللوينات. هذا رباطي باليد وراندا، هاد كلها براندا بالعقيق. جلابه اللي كتبقى ليهم ب 700 درهم، كلها باليد البنات، وطويله هاد الجلابه اللي غتجيها قصيره ماشي مشكله، نقدروا نديروها عليها على قياسها. هي كتلبس في الربع 29، الكتاف 42، الكم 60، والطول متر 40. دابا اللوينات كيف ما كيبانوا في الفيديو البنات، غزال هاد الخدمه باليد حتى هي، مخدومه بالبريد كلها كيف ما قلت لكم. الخدمه اللي في الصدر هي هذه الجلابه اللي كتبان بحال انتي لابساها بالقميص ديالها، غير هذا غير مخيط معاها، داخل معاها في الخياطه، ماشي قميص البنات، لانها جلابه اون سول بيس، كتجي فنه في اللبسه كيف ما قلت لكم. الجلابات اليوم كلهم خفاف وثمن زوين البنات، اللي بغات تشجع تاخذ جليبه ديال العيد مرحبا بها. وان شاء الله نوريكم، نشوف لكم الالوان بعدا اللي متوفرين في هذا الرشيمه. خليكم معايا. كانوا البنات هاد الجلالب تباعوا، دابا كيف ما قلت لكم دخلنا الوان اخرين. شوفوا هذه حتى هي البنات، شوفوا نقربها لكم باش تشوفوا الخدمه ديال الصدر، ها انتم راها براندا وبطرز الرباطي، وهذه حتى هي مبطنه هكا بالفيرقو. شوفوا الخديمه حتى هي في الكمين، زوينين جلابات ديال المناسبات. ها انتم هذه ناخذ لكم حتى هي العبار ديالها البنات. هذه انا شفت لها القياسات ديالها، كدير 43 في الكتاف، والكم فيه 62، وتبارك الله راه طايره فيها 3 اكس ال هاد الجلابه،
فيها 34.5 في الربع هنايا، والطول فيها 42. شوفوا كيفاش دايره الجلابه غزاله، وتاه هاد الفيق الصراحه جمواتي بزاف، فن 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 داخل مع لوينات. شوفوا البنات اللي عجبتها شي حاجه، ونشوف لكم واش كاين لون اخر. كاينه حتى في الخضر ملكي، شوفوا معايا واش معايا البنات. فوالا نقلت الكاميرا صحبوا ليا، ها هي في الخضر ملكي. شوفوا حتى هي مبطنه بهاد الغوز، جا حتى هو زوين. هاد اللوينات كيتواتاو مع بعضياتهم، الغوز مع الخضر البوردو مع داك الفيغ او كيتواتاو من داكشي. ها نتوما شوفوا حتى هي كيفاش دايره الخدمه بالرباطي وبالراندا بالعقيق، قبيب مبطن كيف ما كتشوفوا. كنا مجموعين البنات هانتوما لكم لوينات فنين، وتا هي نعطيكم العبار ديالها. هذه باينه هي طاي كبيره، جلبات واجدين مخيرين، حسن ما تسنيت بقاي كتسناي في جليدي بيتك. اذا كانت واجده علاش لا، وجاتكم على المقياسات ديالك علاش لا. مقياسات البنات ديال هاد الجلابه فيها 39 في الكتاف، وفيها 62 في الكم، والطول فيها متر و36، وي متر و36، والربع فيها 31. ها هي اللي عجباتها تكوموندي. شوفوا جديده فن، واحد الطريه غزاله غزاله عمويه فنين، خياطه اليد زوينه صراحه. تعجبني انا خياطه اليد بالبرشمان بالطرز، كيبقاو جلابات اللي ما تيتملوش في الحقيقه. كل مره تجبديهم وتيعجبوك، تجبديهم وتيعجبوك، يعني خدمه مزيانه كتبقى دائما، ماشي جلابه اللي كتلبس واحد شويه وتتحطيها ولا صافي، زعما تمشي في حالاتها من الباس ديال شهر ولا شهرين. هادو جلابات اللي كيبقاو زوينين. نشوف واش كاين شي لون اخر. وكاينه في النواغ يا البنات غزاله في النواغ، وتا هي طاي كبيره. اذا فيها 4 الوان، فيها 5 الوان، فيها البوردو، فيها البلو مارين، الخضر، وهذا وهذا النواغ. وفيها واحد غنوري لكم حتى هو زوين، واحد الترابي والبلو، كلهم غنوريهم لكم البنات. شوفوا معايا هذا اللوين رائع رائع زوين. غتشوفوا لي لابسه هاد الجليبات كاملين في اول فيديو، اللي ما تفرجش في الاول الفيديو، حيت بعد الخطات بدا ما عارفين كيكون زربان تاي قادي تزيد حتى كيطيح في لابيس اللي عجباتو. هادو غتلقاوهم ملبوسين في الاول الفيديو. شوفوا كيفاش كتجي في اللبسه، لانها كتجي جلابه غزاله، واخا كحال ما بانش غوري كيف ما في هنا مع الشعل البنات، مع الشعل برزتني في التصوير. نعطيكم مقياسات العبارات البنات ديال هاد الجلابه، فيها 44 في الكتاف، وفيها 35 في 34 في هنايا في الربع، والكم فيه 62، والطول متر و41. هانتوما شوفوا العبارات اللي واتاتها، هانتوما شوفوا القليب حتى هو راه كيف ما مبطن بهاد الغوز زوين. وغادي نوريكم جوج الوان اخرين، واحد بلوغوا زوين، واحد ترابي تا هو فن. غادي نشد ليهم العبارات ونوريهم ليك، وغنشوفهم كيما قلت لكم ملبوسين في اول الفيديو. شوفوا الجلابه كيفاش كتجي وهي ملبوسه. البلوغوا البنات بلوغوا، غادي البلو مارين، البلو مارين والبلوغوا. شوفوا حتى هي كيفاش جات، شوفوا حتى هي مبطنه بهذا الفيغو، ومدخلين فيها تقريبا نفس اللوينات حيت كيتواتاو مع اللوينات كاملين. كيجيو مع البلو، كيجيو مع البلو مارين، كيجيو مع الترابي، كيجيو مع البوردو، كيجيو مع كلشي الالوان. هاد اللوينات يعني تيتماشاو مع جميع الالوان. شوفوا كيفاش دايره زوين زوين، بان كيف ما هو في الفيديو. هانتوما ها وفي هاد الافتتاح الوسط حتى هي، التفاصيل ما وريتهمش لكم في الاخرى، يعني حتى هي التفاصيل داخل الجلابه اللي كتجي انيقه في اللبسه. حنا نشاو المره الفايته داكشي علاش عاودناهم البنات.
نتمنى يا ربي يكون عجبوكم الجديدات ديالهم البنات، وغادي يكون ديما جديد ان شاء الله. غادي نبداو فين ما وجدات لينا شي واحد المجموعه، واخا تكون غير قليله تاع الجداد باش ما نتعطلوش عليكم. غنبداو ان شاء الله ندوز لكم واخا فيديو غير قصير باش تشوفوا، ربما يكون شي حد محتاج هادشي كامل تيتخيط البنات. اللي عجبتها كاع شي موديل في هاد الجلبات اللي وريتكم اليوم كلهم تنصوبوا، اللي تعطينا غير العبارات ونصوبوهم ليها كيف ما هكا. اللي عجبها الموديل وزعما ما توفرش ليها على قياسها غنصوبوا هذيكم جلبات فنيه. شوفوا معايا البنات هاد المنتج خطير خطير، هاد اللون غزير غزير غزير، جا فن مع هاد الخضر ملكي، جا غزال البنات. شوف كيفاش داير ترابي ها يا مال خضر ملكي، عشقة اللون الترابي كاينين بزاف، تيجيو الناس يزولو عندنا على اللون الترابي كاينين تبارك الله. داخل فيها داك النحاسي، هادي داخل فيها غير شوفوا داخل فيها البرونز وداخل فيها الخضر ملكي. وخي هذا اللي درا غاليه على التعريف البنات، ما غاديش نشكرها لكم لانها شاكره راسها. خياطه اللي كتسوى هي فهمتي كتسوى على الخياطه العاديه. نعبرها لكم البنات ونقول لكم الجلابه اللي قياس ديالها فيها 42 في الكتاف، قياس لكم فيه 60 والطول متر و41 والربع فيه 30، فيه 30 ونص البنات، 30 ونص. لون رائع البنات وكاين المزيد. هذا الشكل الثاني البنات من جلبات اللي مخيطين باليد، هذه مخدومه بالتركي، انا غادي نوريكم في لون اخر كيفاش داير بالتركي. وشوفوا الخدمه كلها باليد البنات، كل شيء باليد. هانتوما شوفوا هاد كيفاش دايره خدمه غزاله، راه داخل فيها حتى النواق غير هو ما باينش. دخلنا فيها هاد الغوز وهاد التشوكوا حتى هي، اللوينات اللي قلت لكم كيتمشاو مع التور كاملين، مع اللوينات كاملين كيجيو فنين. وهانتوما كتشوفوا لعويناتكم الجلابه هادي فيها طاي صغيره، هادي فيها 38 في الكتاف و 28 في الصدر، الطول فيه 1.40 البنات والكم فيه 1.58. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي زوينه جلابه غزاله. غادي نوريها لكم حتى هي نوريكم في لون اخر ملكي. انا نوري لكم شوفوا الخضر ملكي حتى هو، دابا نقرب لكم الخدمه باش تشوفوا شنو زعما دو كويت ساشي. شوفوا خدمه زوينه ديال اليد، حاطه براند حتى لتحت، هذه ما داخل فيها لا عقيق لا حتى شي حاجه، قليب حتى هو مبطن، اللوين اللي داخل لي مبطن به داخل في الخدمه، وهذا حتى هو راه داخل في الخدمه. شوفوا البنات هذه طاي كتلبس الميديوم، وهذه نعطيكم عباراتها. شوفوا لي خديمه على خاطركم، القياد الناس ديال الجلابه اللي بالخضر ملكي هذه اللي ما لابساش انا، فيها 42 في الكتاف، فيها 32 في الربع، الكم فيه 61 والطول 1.40 متر. شوفوا لي مزيان اللون راه فونسي على اللي تيبان في الفيديو مع الشعاع البنات، اليوم الشعاع جلبة زوينة، جلبة تاع ديال المناسبات. ونشوف اشنو نزيدكم البنات، نزيدكم شي حاجة انا نشوف. وزوينات دابا جيتكم لاخر فيديو غنختم عليكم بهاد الجلبة هاي بالبرشمان، جلبة غزالة حتى هي ما فيهاش بزاف الالوان، داخل فيها غير بلون كاسي، وفيها ولونها التخراس كله باليد، كلها جلابه باليد. قربت لكم باش تشوفوا نوعيه الثوب، هذا الكريب، نوع من الكريب حتى هو، حتى هو كاليتي مزيانه ما تيتشنتف ما حتى شي حاجه. شوفوا كيفاش كتجي، شوفوا الرشيمات كيفاش محطوطين، الجلابه اللي كتلبس حتى الاكس ال كتجي من اخويا هكا في صاله مخزانيه. ونبعث لكم تشوفوا كيفاش كتجي، فيها 1.40 متر طول، زوينه كتلبس الاكس، كتلبس لارج والاكس لارج. الجلابه اليوم كتبقى ب 800 درهم البنات،
المهم راكم عارفين الخياطه باليد راه دايره الثمن، ما ماشي خياطه اليد بعدا تاخذ الوقت، وكتاخذ الا جيتي تحط جلابه عندنا راه تاخذ شويه الوقت. اليد راه ماشي هي الماكينه دغيا تطلع الجلابه، هادو تاخذوا الوقت صراحه، وثمن ثمن مناسب بالنسبه للجلابه بهذا الفينيسيون، راه ثمن جد مناسب. الناس ناخذوهم هنا في غير الخياطه تنخيطوهم 700 درهم وحدهم، ثوب ماشي ديالنا، ثوب ماشي ديالنا ديال السيده، واللي عجباتها وبغات تبدل اللون والقياسات معنا غير تواصل معنا، تواصلوا معنا في الواتساب. قولنا التعليق ديالكم كيفاش جاكم الفيديو ديال اليوم بكل صراحه، عجبكم المحتوى ديال هذا الفيديو ديال النهار ديال هذا النهار، شجعونا بالتعاليق زوينين، محتاجينهم تعاليقكم زوينين صراحه، تيزيدوا فينا طاقه ايجابيه، ماشي بحال التعاليق اللي ما كيكونوش في محلهم وتيعطيوك الطاقه السلبيه، وحنا تنحاولوا كنقاوموا الطاقه السلبيه. يا ربي الله يعاوننا على خدمتنا، لانه ما سهلش حتى هذا الدومين، صعيب شويه، صعيب في الخدمه، صعيب توفر الوقت انك تصور الناس، والله يحسن عوان الجميع. ان شاء الله يا ربي نكون كنت خفيفه على قلبكم هذا النهار، وتكون عجبتكم الكوليكسيون. غنتواصلوا معكم عما قريب ان شاء الله، نوريكم موديلات جداد اللي كنتي تخدموا باليد، كلشي باليد ان شاء الله. عاشقه جليلبات باليد، عاشقه النخوه، ان شاء الله غادي تلقاو موديلات فنين كيتسناوكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. ونقول لكم السلام عليكم البنات، وكومونديو ما تقسوش تفرجوا صافي، كومونديو اللي ما شافش ديك المره يشري هذه المره. السلام عليكم.